بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها أمين. خريستوس أنستي، دي التحية اللي حطيتها الكنيسة طول أيام الخمسين. الحقيقة القيامة فرح، عشان كده زي ما انتم شايفين الكنيسة غيرت شكلها خالص، وابتدى كل حاجة فيها تدل على الفرح. الألوان البيضة، الألحان الفريحي، حضراتكم جايين في بهجة. واحنا النهاردة هدفنا ان احنا ندخل جوه القيامة ونفرح بيها، وكمان نأكد ان القيامة ما كانتش مفاجأة للسيد المسيح. خلي بالكم، المسيح وهو خارج من العشاء الأخير يوم خميس العهد، وهو طالع قال كده بعد لما ادالهم جسد ودمه، سبحوا وخرجوا. وهم رايحين لبستان جثيمانيا قال لهم كده ان انا هتسلم وحموت، وبعد ما اقوم هسبقكم للجليل. اللي كان مركز في قرايات اسبوع الالام هيلاقي ان ده اتكرر كذا مره في الاناجيل. اذا المسيح القيامه بالنسبه له ما كانتش مفاجاه ولا الموت، ده هو الحقيقه بنفسه. كان من يومين كان قال لهم كده، بعد يومين يكون الفصح وابن الانسان يسلم ليصلب. اذا ما كانتش مفاجاه ولا الموت كان بالنسبه له مفاجاه. ده كان عارف ان يهوذا هيسلمه، وهو قاعد مع التلاميذ قال لهم واحد منكم يسلمه. مين يا رب؟ قال لك اللي يغمس ايده في الصفحه معايا. وكان في البستان عارف ان يهوذا وصل، ده هو اللي خرج. ويقول لك كمان القديس يوحنا ذهبي الفم، الموقف بقى بتاع الجنود هم داخلين، الموقف بتاع الجنود هم داخلين جايين بيسالوه، جايين كده داخلين على البستان، هو طلع لهم بره. دوروا على مين؟ قالوا له على يسوع الناصري، عايزينه. طب قدامهم مش شايف، مش شايفينه ازاي؟ قال لك القديس يوحنا ذهبي الفم لانه اعمى عيونهم، فلما نطق قدامهم قال لهم انا هو، كلهم وقع وسقط. لأن احنا قدام مين؟ قدام الله، مش قدام إنسان عادي. لكن هذا الإله العجيب اللي بيحبنا أخذ جسدنا، وكل القديسين على مدى التاريخ قالوا كده إنه أخذ جسدنا علشان خاطر يدينا احنا إمكانيات ما كانتش لينا. فإن كانت صلب ومات عننا كلنا علشان خاطر احنا كلنا يبقى لينا مكان في السماء، إن كان قام عشان خاطر احنا نقوم. عشان كده الكنيسة النهاردة فرحانة وحاطة كل ده، مش عشان المسيح قام، مش بنحتفل ان المسيح قام وخلاص، لا، لما نحتفل ان احنا قمنا معاه. امال الزفة دي كانت ايه؟ الزفة دي عربون. لما ندخل السماء كده ورا المسيح، المسيح كده في السماء والابرار كلهم وراه والملائكة حواليه. فعايزين النهاردة نبص كده على موضوع القيامة ونفهم يا ترى ايه اللي حصل، ويا ترى ايه هو سر الفرح. خد النقطة المهمة دي وحطها في بالك، ومن فضلك لو مش عايز تطلع بحاجة من العظة كلها غير واحدة بس، نقطة واحدة، خد دي. مش ممكن تعرف وتفرح بالقيامة إلا لو عرفت قد إيه الإنسان كان هالك قبل ما يجي المسيح، قد إيه إن الخطية خاطئة جدا جدا، لأن إحنا ساعات بنتصالح معاها وبنقبلها في حياتنا، ساعات بنتنازل. لكن لازم تعرف ان الخطيه خاطئه جدا، وانها كانت مسيطره، والشيطان كان ليه سلطان، وده خلى المسيح يجي بنفسه ياخد جسدنا، ده ياخد جسدنا وينتصر بيه. القديس كيرلس الكبير قال لك كده، قال لك وهو داخل في التجربه على الجبل كان اخذ البشريه في نفسه وهو داخل على الجبل. ليه؟ عشان خاطر الشيطان ما يعرفش يهزمها، فهزمها، هزم الشيطان تماما تماما، ما عرفش ياخد معاه حق ولا باطل، فانتصر لصالحنا. مش قال كده في العهد القديم نسل المرأة يسحق رأس الحية؟ مين اللي تمم هذه النبوة؟ المسيح. لازم تعرف ان الخطية خاطئة جدا، والمسيح جاي عشان خاطر ينقذنا من الخطية والشيطان. فالكنيسة حطت لنا بقى طول اسبوع الالام قرايات ونبوات، اللي ياخد باله منها يلاقي كده دايما مركزة على فكرة ايه؟ شعب اسرائيل يغلط، يزوغ، تتملى حياته خطية، وربنا يحذر. الخطية خاطئة جدا، انتوا صعبانين عليا ان انتوا عايشين في الخطية، اطلعوا منها. ومفيش فايدة، ومفيش فايدة.
ويفضل الإنسان كده. لكن لازم تعرف إنه لا مصالحة مع الخطيئة. أيوة ربنا بيكره الشر، أيوة ربنا لا يطيق الخطيئة لأنه قدوس، لكن في نفس الوقت يحب الإنسان الخاطي وعايز ينجيه من أجل دجه. ونقول كده في القداس احنا فرحانين يا رب لان الموت الذي دخل الى العالم انت عملت فيه ايه؟ هدمته، والعداوه القديمه نقضتها. مين فيكم حضر امبارح؟ طول اسبوع الالام كنا قاعدين، الستر بتاع الهيكل ده مقفول، قاعدين كلنا بره مش شايفين حاجه خالص، مش شايفين حاجه. طول اسبوع طول الصوم الكبير بنرى النبوات والستر مقفول. ليه؟ لان قبل ما يجي المسيح والانسان عاش في الخطيه، قبل ما يجي المسيح ما كناش شايفين حاجه خالص عن السماء، كنا شايفين شويه رموز شويه نبوات وشايفين حاجات مقفول. طب وبعدين؟ اللي كان حضر امبارح بقى يلاقي كنيسه كانت اتبدلت في اللون الابيض، ويلاقي الستر مفتوح، والمنظر اللي قدامنا هو منظر عرش الله اللي شرحه القديس يوحنا في سفر الرؤيا. شايفين قدامكم المنظر ده بالظبط موجود في سفر الرؤيا. الله قاعد على العرش وحواليه طغمات الملائكه، وقدامه مذبح تحت نفوس الابرار. عشان كده الكنيسه ساعات بتبني المذبح فوق اجساد الشهداء، ويقول لك كده اللي شايل العرش اربع كائنات، واحد على شبه اسد، واحد على شبه انسان، واحد على شبه طير، واحد على شبه طور. وكل المنظر اللي انتم شايفينه ده موجود في الرؤيه، ده السماء. السماء كانت مفتوحه ابتداء من امبارح، بس ايه؟ لسه بقى كان فاضل خطوه، فاضل اعلان القيامه النهارده. احنا كنا فرحانين مع المسيح امبارح لانه كان نزل للجحيم بيخرج الابرار. وكانش لسه اعلان القيامه تم، فكانت الالحان الكنيسه عماله تتمرجح ما بين الحزين والفرايح. نرجع تاني، اوعى تنسى النقطه دي، الخطيه خاطئه جدا، اوعى تكون لحد دلوقتي لسه متصالح مع الخطيه. اوعى تكون لحد دلوقتي لسه الخطيه في قلبك وانت حاسس ان انت بار. ليه؟ لان لو عملت كده مش تفرح. اخرك هتفرح باللبس اللي انت لابسه، الاخر هتفرح بشويه اجتماعيات، لكن عمرك ما هتطلع فرحان الفرح اللي الكنيسه مزقططه بيه ده كله. لو حد لسه حاسس انه مش محتاج المسيح مش هيطلع فرحان. عايز تفهم دي؟ واحد من الاباء حلوين قوي كان بيقول لك كده، افتكر ادم. ادم بعد ما اخطا فضل قاعد طول عمره مستني تحقيق نبوه ايه؟ نسل المراه يسحق راس الحي. عاش طول عمره مات ومستني تحقيق النبوه، نزل في الجحيم ومستني المسيح يجي، لحد ما المسيح جه واتصلب ونزل جابهم من تحت. قال لك احساس ادم يبقى عامل ازاي؟ ده المفروض الاحساس اللي يكون فينا، ان بعد كل الفتره دي يجي المسيح ياخدنا من الجحيم يطلعنا فوق. فلما كنتش فاهم اطلب النهارده بقى من ربنا الحته دي، قول له يا رب انا موجود في الكنيسه، انا كنت جاي كده يعني عشان العيد الكبير بتاعنا بقى وكده، كنت جاي عشان ازقطط مع الزفه واخد صور، وجاي النهارده عشان اقابل قرايبي واخواتي. ايه ده؟ ده مش اللي الكنيسه عايزاه خالص. الكنيسه عايزاك النهارده تدوق الحته دي، ان المسيح جاي عشان خاطر يقمنا من الموت، يقمنا من الموت. نقطة تانية مهمة جدا، اللي ياخد باله، اللي ياخد باله يلاقي كده ان الكتاب المقدس بتاعنا، الكتاب المقدس بتاعنا كل هدفه انه يؤكد ان المسيح قام. خدتوا بالكم من دي ولا لا؟ كل هدفه ان المسيح قام، لان لما الواحد يعرف ان المسيح قام وانه ادى القوة دي لاولاده، يعرف على طول ان السماء مفتوحة بالنسبة له. مين اللي كان مرتبك شوية؟ واحد اسمه شاول الطرسوسي. شاول الطرسوسي ده كان يعني حاسس كده في نفسه انه ما فيهوش غلط خالص، حاسس في نفسه انه انسان بار جدا، حاسس في نفسه انه بيعمل لربنا كل حاجة. وبعدين جه في فترة كده ابتدى يقبض على ولاد ربنا المسيحيين اللي كانوا موجودين، وابتدى يسوقهم للأكل. طيب ايه اللي غير شاول الطرسوسي؟ شاول الطرسوسي كان حاسس في نفسه انه بار وانه بيتمم كل حاجه. ممكن انا اكون واقف النهارده في الكنيسه حاسس ان انا مش محتاج حاجه، انا كويس، اقعد في الاعتراف مع ابونا، يا ابونا انا ما بغلطش، يا ابونا اما شويه مش عارف ايه. الاحساس ده ما ينفعش. شاول الطرسوسي بقى ما اتغيرش الا لما شاف القيامه. هتقولي شافها ازاي؟ اقول لكم
شافها لما كان في الطريق لدمشق، والمسيح ظهر له بنور جامد جدا وقال له: يا شاول لماذا تضطهدني؟ قال له: انت مين؟ واضطهدك ازاي؟ قال له: انا يسوع اللي انت بتضطهده في ولاده. ايه ده، وانت حي؟ احنا مش موتناك؟ احنا مش خلصنا منك؟ طلع حي. النقطه دي خلت شاول يلف حوالين نفسه، خلت شاول يغير اتجاهه. قال له: يا رب اعمل ايه؟ قال له: لما تدخل دمشق هناك هتلاقي واحد، هبعت لك حد يعرفك الطريق. وقعد 3 سنين يراجع كل حاجه هو كان يعرفها عن ربنا، 3 سنين كاملين. عارفين ده اللي الكنيسه بتعمله معانا، تجيبنا كده تقعدنا وتقعد تجيب لنا العهد القديم تقريبا كله، تقريبا يعني كل الحته المهمه اللي فيه، وتحطنا في اسبوع الالام في برنامج مكثف جدا جدا جدا. اسالك سؤال، ليه جيتوا في اسبوع الالام حسيت انه اسبوع مختلف عن بقيه ايام السنه؟ لانه وانت قاعد الكنيسه كانت بتهد حصون الذات بتاعتك. الحصون بتاعت الذات بتاعتك، الذات اللي حاسه انها زي الفل، الذات اللي حاسه انها مش محتاجه حاجه من ربنا، تقعد الكنيسه تدي في الحان بتاع التوبه تهز الذات. تقعد الكنيسه تديك في قرايات لما تقارن نفسك بيها، لما تبصها في المرايه تحس ان انت بعيد خالص. وتقعد تسحبك الكنيسه بالراحه بالراحه وصبر علينا اسبوع كامل صبح وبالليل. حتى انت نفسك، انت نفسك لو عشت الاسبوع ده بامانه تحس كده ان ذاتك اتحررت من حاجات كانت بالنسبه لك هي الكل حاجه. هاتوا كده واحد عاش اسبوع الالام واقف قدام التلفزيون بس، عدى على حد التلفزيون مفتوح عنده في اسبوع الالام. مش لان التلفزيون غلط، لكن لاننا كنا مهتمين بالمسيح وسايبين حاجات كثيره خلاص، مش مهتمين باي حاجه ثانيه. اللي كان حاسس باسبوع الالام لما يشوف تلفزيون مفتوح قدامه، انا كنت بضيع وقتي في ده؟ ده احساس طبيعي لان الكنيسه حطاك في جو توبه. طب وبعدين تسحبك الكنيسه وتجيبك لحد اللحظه دي تدوق القيامه زي ما شاول دقها. شاول لما دقها بقى قعد يراجع نفسه 3 سنين كاملين، زي ما الكنيسه حطاك قدام العهد القديم بتراجع نفسك. طب وبعدين انطلق شاول. شاول ده كاتب 14 رساله من اصل 27 سفر في العهد الجديد، كاتب اكتر من نص العهد الجديد. ده اللي كان بعيد خالص. فشوف القيامه بتعمل ايه. طب افرض شاول ما كانش اتجاوب مع القيامه، ما كناش سمعنا عنه خالص، كان انتهى. فياريتك تقف قدام ربنا النهارده تقول: يا رب بما اني واقف النهارده في بيتك وبما اني كده كده قاعد، مش ممكن يا رب كده تفتح القلب ده اللي هو في واحد جاي يقضي دقائق مع ابونا. اولا هو جاي غلط خالص، لان لا ابونا هو المهم في سر الاعتراف، ولا الدقائق اللي جاي يحكي فيها دي هتفيده بحاجه. اه طبعا اعترافه بالخطيه، يعني الانجيل بيقول الله امين وعادل يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اثم ان اعترفنا بخطايانا، ولكن انت هتستفيد ايه؟ تطلع بره تعمل نفس الكلام تاني. امال ايه؟ تعال شوف واحد تايب. لما تيجي تتفرج على واحد تايب تلاقيه جاي حزين على شره، حزين انه بعيد، حزين ان وقت ضاع منه. طب وبعدين؟ تلاقيه كمان رافض الوضع ده. لكن عايز اقول لك حاجه، حزنه ده هيتحول لفرح. هتلاقيه كده يبدا يقدم التوب وهو جاي اصلا رافض الشر اللي هو بيعمله، جاي يقعد قدام ربنا في وجود ابونا كاره الشر. طب وبعدين؟ قال لك اول لما ابونا يشوف واحد بالشكل ده بتبان من اول لحظه في الكلام، من اول لحظه ابونا بيبقى من جوه من القلب فرحان جدا جدا جدا. ليه؟ ابونا هيشوف القيامه. القيامه دي تحصل امتى؟ تلاقيه قاعد بيذكر ضعفاته وممكن يبكي والدموع دي عماله تغسله. وبعدين ابونا يرفع الصليب، سر بقى الخلاص، ابونا يرفع الصليب على راسه ويصلي له التحليل الجميل اللي بنقول فيه: ايها السيد الرب يسوع المسيح الهنا، انت يا رب كلمه الله الاب والابن الوحيد، انت يا رب اللي قطع رباطات خطايانا من قبل الامه الشافيه المحيه، اقطع بقى يا رب رباطات خطايا ابنك. ان كان يا رب قد اخطا بشيء بعلم او غير علم فانت يا رب العالم بضعف البشر، انعم لنا ايه؟ بغفران خطايانا. طب وبعدين؟ يقول له كمان: يا رب باركنا، طهرنا، اغسله يا رب، نظفه وحللنا وغير قلبه من جوه. عارف بقى تشوف القيامه امتى؟ وهو بيرفع راسه.
هو موطي راسه تحت الصليب، اتفرج على عينيه وهو بيرفع راسه، تلاقي فرح القيامة في عينيه. منظر لا يمكن ان حد يعرف يوصفه، الانسان اللي جاي تايه بيرفع راسه وفرحة القيامة في عينيه. عشان كده ابونا بيفرح لما حد يجي تايب، لكن حد معدي على الكنيسة عايز يدخل يقعد دقايق مع ابونا، ولا حد جاي يحكي، بيضيع وقتنا كلنا. فالنهارده بقى هي فرحة المفديين دول، بقى فرحة الناس اللي كانت بعيدة قوي قوي وما صدقت لقت الحل الوحيد قدامها. ايه الحل؟ المسيح. الناس اللي كانوا في الجحيم دول، أبرار العهد القديم اللي قعدوا سنين طويلة يتكلموا عن المسيح ويشوفوا المسيح من بعيد. داود ده اللي كتب المزمور 22 اللي واقف تحت الصليب بيقول ثقبوا يدي ورجلي، قعد بيتكلم كأنه شايف المسيح على الصليب. طب بعدين قعد طول عمره يستنى اللحظة، وقعد طول ما هو في الجحيم مستنى يجي المسيح يفرحه. ده يطلع داود عامل ازاي؟ منتهى الفرح. وخصوصا ان داود أخطأ فيقول له يا رب انت خلاصي. طب واحنا دور الباقي علينا. مين جاي يقدم توبه النهارده هيطلع فرحان؟ مين جاي يقدم توبه هيطلع مليان بالقيامه؟ ممكن انت كمان تكون جاي فرحان ان المسيح واقف معاك وعمال يغير فيك. بص اقول لكم على حاجه جميله خالص، في حته في الانجيل مكتوبه بالعكس. بولس الرسول يقول ايه؟ لا اعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموت. طب يا بولس انت مش ملخبط الترتيب؟ لا اعرفه وقوة قيامته الاول وبعدين شركة آلامه متشبها بموته. قال لك اصل ده المبدا الروحي اللي الكنيسه عايشه بيه واللي ربنا بيستخدمه. لما تبتدي علاقتك مع ربنا، ربنا ما يبتديش معاك بالصليب الاول، يبتدي الاول بانه يديك قوة القيامه وفرحة القيامه. فتبقى انت جاي اول مره تدخل الكنيسه، تبتدي حياتك مع ربنا، تقعد مع ابونا، وبعدين تحس كده ان في اختلاف حصل وفي فرحه بقت في القلب، انا مش عارف جايه منين، والخطيه اللي كانت مسيطره عليا ومش عارفه اتخلص منها فجاه ابتدت تنحل وتقع. ايه اللي بيحصل؟ دي قوه القيامه شغاله معاك، وتحس كده ان انت فرحان ومدفوع دفع كده للحياه الروحيه، ونفسك اتفتحت للانجيل، ونفسك اتفتحت للصلاه والقداسات، فرحان. ايه دي؟ قوة القيامة. قال لك لما تدوق قوة القيامة يبتدي بقى ربنا يقول لك بعد ما دوقتها تعالى بقى نمشي في الصليب، والصليب ده هيقطع الرباطات وهيبتدي يجملك وهتدوق القيامة تاني. فانت ممكن تكون واقف في الكنيسة النهاردة من الناس اللي ربنا ابتدى يفرحهم بقوة القيامة، وممكن تكون واقف في الكنيسة من ضمن الناس اللي شايلين صليب بس شايفين ورا القيامة وعارفين ان ربنا هيفرحهم. فياريت كده النهارده تقف وتراجع، هتدي لمين قيادة القلب بتاعك؟ أتمنى ان انت تديها للمسيح. أتمنى انت ما تديهاش للذات بتاعتك، لأن الذات بتخادع. الذات اللي بتخادع دي بتقول لك ان انت انسان بار ومش محتاج حاجة، ولا محتاج تروح تعترف، ولا محتاج تروح تحضر قداسات، ويكفيك ان انت تدخل الكنيسة في المجاملات، في الأفراح، وكمان في العزة، يكفيك، انت مش محتاج حاجة، انت انسان بار. طب وازاي؟ حسبت في المسيح ازاي اذا كان هو قال اللي ياكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا؟ حسبت فيها ازاي؟ عايز اقول لكم حاجة جميلة جدا. واحنا في قراية اسبوع الآلام، جاء القديس اثناسيوس الرسول يقول كده، يقول كده اللي يفهم بقى اللي بيحصل حوالينا، اللي بيفهم كده المسيح عمل ايه من اجلنا، عليه انه يعمل حاجة واحدة بس. قال لك الزم المواضع المقدسة، قصده الكنيسة. الزم الموضع المقدس. شوفوا بيتكلم على الكنيسة في القرن الرابع، يعني الكنيسة موجودة من القرن الرابع وقبل كده كمان. قال لك الزم الكنيسة. ليه؟ قال لك عشان تسمع كلام الكتب. ما كلام الكتب ده هو اللي بيغير. وقال لك كمان عشان تتناول من جسده ودمه. يبقى انت عايز اسالك سؤال النهارده، هتقضي ازاي الخمسين المقدسه اللي جايه دي؟ هما النقطتين دول. الزم الكنيسه عشان تسمع كلام الكتاب، نمره اتنين علشان خاطر تتناول من جسده ودمه، لان في الثبات في المسيح. القيامه لم تكن مفاجاه للمسيح، بل هو جاها وهو فرحان. حاجه جميله تانيه احب اقولها لكم،
سر فرح طول أسبوع الآلام وطول الصوم الكبير. الكنيسة كانت عايزة تدي نقطة خطيرة، أن الله أب لينا، أب لينا. تشوفها فين دي؟ تشوفها من قبل الصوم الكبير بيوم. هتلاقي إيه موجود في قبل الصوم الكبير بيوم؟ قرايات حد الرفاع. بتقول إيه؟ بتقول لو صليت صلي في الخفاء عشان أبوك عايز يقعد معك، لو اديت صدقة ادي في الخفاء عشان أبوك بس هو اللي يشوف. لاحظ اللفظ أبوك. لو أنت هتدي صدقة أعمل كده في الخفاء، لو هتصوم أعمل كده في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك إيه؟ علني. طب الأسبوع اللي بعده لو حد الكنوز تقول لك إيه؟ تقول لك أبوكم، ما تهتموش بأمور الدنيا، لأن أبوكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوا. نقطة من أفراح القيامة أن أنت تفهم أن الله أبوك. ولما تفهم أن الله أبوك هتعرف بقى هو ليه جه وليه تحمل كل ده من أجلك، وقديه أنه فتح حضنه زي ما عمل مع الابن الضال، وأن أنت لما هتحب ترجع لو أنت حس أن أنت محتاج تقدم توبة. ساعات بيعطلنا ان احنا بنخاف، طب ربنا هيعمل فينا ايه؟ لا، اعرف ان الابن الضال لما رجع ربنا فتح حضنه جدا ورجعه لرتبته الاولى. الحقيقه فرحه القيامه دي لا تعادلها اي فرحه. انا نفسي ترجعوا تعيدوا بس القرايات بتاعه اسبوع الالام، او حتى على الاقل سبت الفرح امبارح ليله ابو غلامسيس. لو ترجعوا تقروها هتلاقوا إبداع عامله روح ربنا، إبداع ملوش حل تاني. هختم بكلمة واحدة بس. ساعات الواحد بيقف كده قدام نفسه يقول كيف أتوب وأنا عامل كل ده؟ فالحقيقة في قراية في منتهى الروعة موجودة في قرايات أسبوع الآلام، والقراية دي متكررة مرتين مش مرة واحدة كمان. متكررة مرتين. القراية دي ربنا واقف فيها بيقول إيه؟ بيقول كده في سفر أشعياء: أقصرت يدي عن أن تخلص؟ اسمع كلمة تاني، ربنا بيقول وانت خايف تيجي ليه؟ أقصرت يدي عن أن تخلص؟ أثقلت أذني عن أن أسمع انتوا بتقولوا ايه؟ هل ليست لي قوة لخلاصكم؟ تاني، ربنا واقف بيقول كده: هو انت مش عايز تيجي عشان انا مش عارف اساعدك؟ اقصرت يدي عن ان تخلص؟ هو انت فاكر ان انا مش سامعك؟ اثقلت اذني عن ان اسمع؟ اليس لي قوه على خلاصكم؟ اسمع، شوف ربنا بيقول لك ايه. ربنا عايزك تيجي لان هو مستعد، بس انت اللي مش تايه، انت اللي تايه. اكتر من كده، اذا كان الامر كده ربنا بقى يجي يدي حتة عتاب صغيرة. بص بقى حتة العتاب، يسأل ربنا سؤال برضو: هل من يسقط لا يقوم؟ اسمع بقى حتة دي، إذا كان ربنا مستعد يدي كل ده، إذا كان ربنا بيسمع، إذا كان ربنا عايز يدي القوة دي عشان يخلص، فيسأل سؤال: أنتوا بقى عايشين كده ليه؟ هل من يسقط لا يقوم؟ ليه كده مرتاحين مع الخطية ومتصالحين معاها؟ فيسأل كمان يعني: هل من يرتد لا يرجع؟ يعني أنا شايف كده في وسطكم اللي بيسقط بيعيش في الخطية، اللي بيرتد ويبعد مش عايز يرجع. هل ليس أحد من الناس يتوب عن شره قائلا ماذا صنعت؟ وبعدين يسأل سؤال تاني: هو ليه الذي يجري قد كف عن جريه؟ ليه كده ريحنا قوي؟ عيد القيامة ده هيبقى فرصة ان احنا نقوم ونجري. ربنا بس كان بينبه، ليه ما حدش بيراجع نفسه؟ ليه ما حدش بيندم؟ ليه ما حدش بيقع بيحب يقوم؟ من فضلكم النهاردة اوعى تطلع كده. خليك النهاردة واقف، لان ربنا بيقول لك كده: اقصرت يدي عن تخلص؟ ناديني بس، ناديني وافتح قلبك. يقول لك كده في سفر حسقيال: اقتنوا لكم قلبا جديدا. لو واحد بنطلونه اتقطع يعمل ايه؟ طبعا دلوقتي الموضه يفضل لابسه، سيبنا من الموضه دي. لو واحد بنطلونه اتقطع يعمل ايه؟ يرميه او يعمله اي حاجه تستخدمه في البيت ويجيب واحد تاني.
ربنا بيقول لنا النهارده ليه مش عايزين تقوموا ومش عايزين يبقى ليكوا قلب جديد؟ اقتنوا لكم قلبا جديدا. اوعى تكون فاكر ان انت مش تقدرش تشتغل. ربنا هو اللي مديك كل القوه وبيقول لك ابتدي وانا ايدي معاك. اقصرت يدي عن ان تخلص؟ اثقلت اذني عن ان اسمع؟ فيقول له كده: لماذا تموتون يا بيت اسرائيل؟ اني لا اريد موت من يموت، يقول الرب، لاني لا اريد موت الخاطي مثل ما يرجع عن طريق الرديئه ويحيى. على فكره الكلمه دي بس، لا اريد موت الخاطي مثل ما يرجع ويحيى، دي مذكوره مرتين في نفس الاصحاح. اللي ياخد باله في القرايه، مرتين ورا بعض في نفس الاصحاح. وفي العهد القديم، ما بالك بالعهد الجديد. يعني ربنا طريق واحد واتجاه واحد من الاول خالص. ربنا عايزنا كلنا النهارده نطلع فرحانين بالقيامه. ربنا يديكم انه يكون فيكم فرحه القيامه. اقف النهارده قول يا رب انا جاي اقدم التوبه اللي بتتحول لفرح القيامه. اوعى تكون جاي النهارده بس عشان تفرح بالهدوم او تفرح بالاكل، اكل حلو طبعا، لكن النهارده اقف قول له يا رب انا عايز القيامه. ربنا يديكم كل نعمه وكل بركه. يا خريستوس انستي ولالهنا كل مجد وكرامه للابد امين. Oh.